تريد تحكي عادي، هو مفيش حاجة فعلا يدقدق يعني، عادي خالص مفيش حاجة والله. بيبقى شوية كلام كده أهبل بيتقال والناس بتزعل. حبيبة قلبي يا منتهى، نورتي وشرفتي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاطط حد بيضحك. حبيبة قلبي يا منتهى، أهلا بيكي يا روحي، نورتي وشرفتي. دلع مطبخك مع شوشو. حبيبة قلبي يا شوشو، حلو أوي الاسم بتاع قناتك وجنبيه خاتم الخطوبة. أسماء، لا للأسف ما في الحفلة سطحي يا قلبي، تسلمي لي يا شوشو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نورتي يا منتهى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نورتي منتهى. أسماء وعطورة بيقولوا الناس الطبيعية إذا بدت تتعجب بشخص تتقرب منه إلا أنا أهرب. أنت مختلف عن الناس. طبيب جراح، أنا مش حمو أصلا. حمو مين؟ ماشي يا حمو. ليه يا بت انت عندك البطيخ كله؟ ده اسماء بتقول منتهى بنوركم، تسلميلي يا منتهى، نورت وشرفت حبيبة قلبي. كي خيتو سحر الزعل يكون حتى بين الاخوة. اكيد كل الناس بيحصل بينهم زعل، يعني احنا في الدنيا اساسا مش في الجنة. الجنة بس هي مش هيكون فيها زعل، مش هيكون فيها خناق، مش هيكون فيها حرب، صح؟ نورتي اسماء لمار وكل الحضور. لا ما عندي يا اسماء، ما في بطيخ في الشتاء. لمار بتقول، بقول لك ايه، في بلاد بيبقى فيها لمار كل انواع الفاكهة في وقت واحد، ما فيش بقى مواسم لبطيخ ولا المانجا ولا الحاجة، كله كنا بنروح نشتريه درازن ولا بيسموها صناديق وكده يعني. بنورك يا شوشو، بنورك يا قلبي شوشو، عليكم السلام منورة منتهى. خلاص في الصيف، أمي تكبرني وتصغرني على حسب الموضوع. شوشو ليه ما عم تفتحي عروض؟ خلاص في الصيف. أيوة هو الجو دلوقتي حرر شوية. بنورك شوشو منتهى بتقول بلغوا سلامي الحار لخي معتز. طيب طيب وضحوك. والله اكيد طيب ومحترم، مش بيحب المشاكل، بس هي المشاكل بتجيله لحد عنده مش عارفة ايه السبب يعني. حبيبة قلبي هايو، حبيبتي 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 بادي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بادي نورتني وشرفتني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متشتريش تاني، يبقى عندنا ونجيب من بره. اسماء بتقول نورتيني يا هايو حبيبة قلبي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نورين جميعا، مساكم بكل خير. الجو ربيع، انا حاسة دلوقتي الساعة اللي كانت من شوية كده دي راحت، الجو عنده تخلف عقلي. تصدقي يا اسماء عندنا ايس كريم على شكل بطيخ، ده اكيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عطورة بتقول نورتي هايو. وعليكم السلام بادي بيقول هاي منورة. أميمة حبيبة قلبي يا نبضة قلبي، قوس العسل حبيبة قلبي، أحلى قوس، أحلى برج القوس هايو. هاي دي حبيبتي نورتي، نورتي بادي. منورة عطورة حبيبتي يا نبضة قلبي وروحي. هاي بتقولك باشا مصر ليه قدرة، ليه قدرة في احتمال الناس كلهم إلا الذين لهم في الحمق إبداع. والله حلوة حلوة دي يا محمد، محتاجة تتثبت. استنى كده، عنده كلمات حلوة عايز يكتبها وانا بثبت. تمام، اللي عايز يجيب قناته وانا ثبتها له برضو عادي، برضو يعني قصدي اسمه ايه ده، رابط لمار. بإذن الله الصيف يجي وهنعمل ايس كريم بطيخ. ايوه لمار، لمار انا عارفة اللي انت قلتي عليه ده، بيجيبوا بقى ايه، واحدة صديقتي عاملاه ما شاء الله، قناتها كبيرة يعني، صديقتي من 2016 ولا 2017، بتعمل كده زي قشرة البطيخ وفي النص بتحط قشرة بطيخ خضرة وفي النص بتحط زي البطيخ نفسه أحمر آيس كريم، وبتحط حاجات سودة كده برضو بتتاكل كأنها البذور بتاعة البطيخ، بيبقى روعة جدا. منورة أسماء، نورك حبيبتي هادي، تسلمي. منورة الله، الأغنية دي جميلة. لمارو الجو عندكم ايه؟